بما ان الذره موجوده في الاسواق دلوقتي، تعالوا بقى نستغلها احسن استغلال ونحولها لذره صفراء حلوه، وكمان طعمها حلو جدا ومغذيه وفي منتهى البساطه. هنا جبت الذره بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هاتي الكميه اللي انت محتاجاها. طبعا بعد ما شلت الغلاف الاخضر بتاعها نظفتها كويس جدا، هبدا بقى اشيل الجزء اللي من فوق اللي بيبقى ناشف شويه ده، وبرده الجزء اللي من تحت، وبحاول اشيل اي بواقي كده للشعيرات ما بين الذره بتاعتي، وبقسمها على نصين او ثلاثه حسب الطول زي ما انت عايزه. يعني لو كوز الذره ده طويل شويه بقسمه على ثلاثه او اثنين لو هو قصير بالشكل ده. هاخد بقى الكميه بتاعتي كلها تحت الميه كده، هغسلها كويس جدا واشطفها كويس قوي قوي وهسيبها تتصفى. هجيب بقى كده حله بتاعتي بس تكون كبيره شويه، هملاها تلات ارباعها ميه، وهحط فيها معلقه كبيره من السكر، رشه بسيطه من الملح، ومعلقه برده كبيره من الكركم، وهنرفعها على النار لغايه ما يغلي معايا كويس قوي زي ما انتوا شفتوا كده. وبعدها هبدا انزل الذره بتاعتي بالشكل ده، هسيبها بقى على النار حوالي نص ساعة او اكتر حسب ما تستوي معايا حبات الذرة. طبعا انت هتختبريها قبل ما تطفي عليها. طبعا زي ما انتوا عارفين معلقة الكركم الحلوة دي هتخليها ذرة صفرة زي الحقيقية بالظبط، ومعلقة السكر هتخليها ذرة حلوة. بعد ما اتاكدت ان هي خلاص استوت معايا واختبرتها ولقيتها حبتها طريه جدا، هبدا اصفيها كويس قوي وبخرجها على طول، عايزين نستخدمها وهي سخنه دلوقتي كده على طول. دي بقى خطوه اختياريه لكن بجد بتديله طعم حلو قوي قوي. مكعب واحد من الزبده كده، بس تكون زبده مجمده شويه عشان تعرفي تمسكيها في ايدك، وادهني بيها الذره بتاعتك كويس جدا. طبعا الذره بتاعتي سخنه جدا فهتسيح بسرعه الزبده كده عليها وهتخش في كل جزء فيها. وعلى فكرة الزبدة هتناسب جدا الدايت، يعني لو انت عاملة دايت اعمليها بالطريقة دي وكليها بألف هنا وشفا كسناك كعشا، بجد حلوة جدا ومشبعة. كده خلاص الكمية اللي انا حضرتها دي جهزت معايا خلاص كده على الاكل على طول، وحطيت كده فيها عيدان الشيش طاووق وقدمتها بالشكل ده. باقي الكمية بقى هجيب بقى السكينة بتاعتي، وتكون سكينة مشرشرة او حامية شوية، وهبدأ اشيل كده حبات الذرة بالشكل ده علشان نقدمها بشكل مختلف. طبعا هنا عشان الذره بتاعتي مسلوقه مستويه كويس جدا فبتطلع معاكي بكل سهوله، اسهل بكتير من انك انت تطلعيها بايدك. شايفين الحبات طالعه سليمه ومفيش اي مشكله خالص. احطها كده بقى في طبق ونحط عليها رشه بابريكا، رشه شطه زي ما انت عايزه. ينفع طبعا تضيفيها للسلطه بتاعتك، ينفع تاكليها كده لوحدها، ينفع تحطيها في وجبات تانيه كتير جدا جدا. لو هتحتفظ بيها في التلاجة مش هتاكليها النهاردة، حطيها كده جوه برطمان وحطي معاها مية من اللي احنا كنا سلقين فيها، يعني احفظيها في المية اللي احنا سلقناها فيها، هتقعد معاكي وقت طويل جدا. وعلى فكرة هتعجبك اكتر من الذرة المشوية. قومي بسرعة جربيها ومستنية رأيك.